السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن دومينة العالم الافتراضي. من أدوات تصوير الشاشة الرائعة لأجهزة الآيفون والآيباد والآيبود هي أداة Display Recorder، ولقد شرحت طريقة استعمالها في جيلبريك iOS 9، ولكن واجهت مشكلة أغلب المستخدمين وأنا أيضا واجهتني، وأظن أنها عيب في البرنامج أو عيب في الأداة. هذه المشكلة تكمن في أن عندما تقوم بتصوير الشاشة والانتهاء من تصوير الفيديو ومحاولة نسخ الفيديو في ألبوم الكاميرا لتتمكن من نقله إلى الحاسوب أو إرساله أو عمل المونتاج من خلاله، لا يمكن ذلك، يعني تظهر لك رسالة تخبرك بأن النسخ قد فشل أو لم تنجح العملية. وبالتالي سأريكم في هذه الحلقة طريقة سهلة جدا تمكنك من حفظ الفيديو في ألبوم الكاميرا بكل سهولة. لا تحتاج كثيرا، ابقى معي ونمر إلى الشرح مباشرة. إذا المشاهدي الكريم، هنا واجهة برنامج Display Recorder. عندما أنتهي من تسجيل فيديو أو تصوير الشاشة وأضغط على هذا الفيديو وأضغط أيضا على Add to Camera Rule حتى يتم حفظه في ألبوم الكاميرا وفي الصور، تظهر لي رسالة كما الآتي: Save Field Unable to Save Video to Camera Rule، يعني الحفظ فشل، لا يمكنك نسخ هذا الفيديو. فبالتالي ستقوم بالضغط على الفيديو، وبدل أن تختار Add to Camera Rule ستختار Share أي نشر. بعد ذلك تظهر لك العديد من الأشياء، منها الاير دروب، الفيسبوك، الميل، الملاحظات والكثير يعني غير ذلك. ستختار الرسائل أو المسج. بعد ذلك تظهر لك الميديا أو الفيديو في الرسائل، لن تقوم بإرسالها أو أي من هذا، فقط قم بالضغط عليه وهو هكذا، قم بالضغط عليه سيظهر لك يعني لمعالجته. هذا هو الفيديو في الرسائل. ستضغط على هذه الأيقونة، أيقونة الشير أو الإرسال، وستختار سيف فيديو. بعد ذلك إذا انتقلت إلى ألبوم الكاميرا ستجد أن الفيديو قد تم حفظه بالفعل في ألبوم الكاميرا وهو موجود الآن. يمكنك التصرف فيه لتوصيل هاتفك الآيفون بالحاسوب ونقل هذا الفيديو للحاسوب وعمل مونتاج إذا كنت قد قمت بتصوير شرح أو أي من هذا بكل سهولة. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قناة تعجبكم. رجاء إن تعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وكذلك سبسكرايب الظهر الآن أسفل الفيديو. على يمين يكون قم بالنقر أيضا للتوصل بجديد حلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان.